احنا في الدور ديالنا ان شاء الله تنرحبوا بسي سي حسن ابراني ونتمنى كما قلت قبيله ان انطلاقا على الحد ان شاء الله نبداو انطلاقه هي جديده ان شاء الله تكون نتائج ايجابيه واكيد ان ما غاديش تلقاو مشكل مع المدرب دابا كلكم كتعرفوه الحمد لله شويه الانضباط والالتزام والخدمه اللي غدار مع سي حسن ابراني ان شاء الله تشوفوا ان كاين واحد الشونجمون على السيستيم دو جو نتمنى انكم تاقلموا مع السيستيم دو جو ديالو ان شاء الله هادشي كلشي في الصالح ديالنا فبالنسبة للعودة ديالي لأمل تيزنيت يعني كانوا عندي اتصالات من فرق أخرى ولكن الظرفية ما يمكنش لك تشتغل فيها لأن كاين عدة مشاكل كتعرف الكرة المغربية دائما فيها مشاكل فخليت ولكن بدات الطلب ديال المسيرين ديال المكتب ديال أمل تيزنيت أنني نجي للمرة الثانية لأني خرجت من مدينة تيزنيت وأنا مرفوع الرأس الحمد لله في المرة الأولى ورجعت وإن شاء الله غنرجع وأنا رافع راسي لأن العمل اللي قمت به مع أمل تيزنيت كان عمل رائع ورائع جدا رغم ان الظروف ما كانتش مواتيه وما كانتش كانت عدة مشاكل كتلاحق الفريق او ايادي خفيه كانت كتشتغل من اجل ان الفريق ما يمشيش في ديك السكه الصحيحه ديالو كانوا مشاكل ما نقولش ماديه ولا مشاكل على مستوى التسيير ولكن كانت المشكله على مستوى يعني الوقت اللي ما خديناش وكانت يعني سوء نتائج في بعض الاحيان هي اللي كتخلي الظروف انهم ما يرضاش على امل تيزنيت واللي من حقه انه يطالب الفريق ديالو انه يصعد قسم وطني ثاني متصل بي المكتب فجينا على اساس ان الفريق مكون ان الفريق خرج يعني في ترقص اعدادي انه بدا البطوله بواحد تعادل وجوج تعادلات يعني نقاط فكنظن ان ماشي ازمه نتائجيه اللي خلات تغير المدرب ولكن اشياء اخرى ما كنعرفهاش هذه سنة الحياة أنه ممكن يجي مدرب ويمشي مدرب أنه المكتب دار اجتماع ديالو شاف بأنه هناك بعض المسائل اللي بغيناها وطرحناها باش تكون يعني ما كتمشاش كما هي واللي كتم في الأساس بالانضباط كما قلت لك بأنه علاش تم الاختيار ديال سي حسن أبرامي بحكم التجربة ديالو اللي كانت معنا ومن بعد من الانفصال ديالو مشى لأحد الفرق اللي كانت السنة الماضية كتنافس على الصعود واللي كيعلمها الجميع وكسب لنا تجربة اللي ربما اللي غتفيدو هاد السنة دي وكما قلت لك بعد مناشقة مستفيضة مع الإخوان في المكتب مع عدة اجتماعات تقريبا يومين ديال الاجتماعات تم الاختيار في الاخير مع سي حسن ابرامي اللي قنعناه باش يرجع شكرا سي احمد شكرا.